بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرق فجرنا الجديد وترسل الشمس خيوطها الحريرية تلف الأفق البعيد، وتبعث القلوب بعباراتها الندية لتزرع الأمل في النفوس من جديد، لنطلع إلى حياة الخلد، تلك الحياة السرمدية. فسلام الله عليكم. النور أشرق باللقاء ومن حضر، وتعالت البسمات في هذا السمر، والنور أنتم، والديار تشرفت نورا يا أهلا ويكفينا النظر. ولقد توافدت الجموع فابشروا، إن ضاقت الأرجاء فالحب انفجر. نرحب بالإخوة في بلدية الكفريات ممثلة بالرئيس السيد عماد الزبدي، ونرحب بممثل مديرية التربية والتعليم، وأهلا وسهلا بكم مدراء ومديرات المدارس المحترمة وبنك فلسطين السيد مارس عبد السلام. تقدموا فأنتم الأجرام والفراقد، أنتم رمز عطاء متزايد، أنتم الطلاب الكرام الأجاود. تقدموا فأنتم الأساس والعماد والسلاح والعتاد والقوة والتلاد. أخي التوجيه يجو التوجيه. تقدموا فأنتم الأجرام والفراقد، أنتم رمز عطاء متزايد، أنتم الطلاب الكرام الأجاود. تقدموا فأنتم الأساس والعماد والسلاح والعتاد والقوة والتلاد. تقدموا وطرقات المستقبل عبدوا، وعمل الخير أمتكم عاهدوا. من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت رحلة الأمجاد. اقرأ محمد أنت خير مبلغ لكتاب ربك، أنت خير منادي. بالكلام المعبر الفاتن المليح، بمداوى الضعيف والمكلوم والجريح. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان.
علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وكل حرف محفور بين الضلوع، الفاء فداء لأجلك محفور بين الضلوع، اللام لن تنساك يا أرض الجدود، والسين سيف مسلول في وجه اليهود، والطاء طلة شهيد بالجنة موعود، والياء يمين أقسمه كل فلسطيني، كل شبر من أرضك سوف يعود، والنون ناطرين العود ضربت الزيت والزيتون والزعتر والليمون. والآن مع فرقة الكشافة والسلام الوطني الفلسطيني شعارنا الأبدي. على أرواحهم الطاهرة. مرحبا ب الفلسطينيين ذو الكرم. أهلا وسهلا. رحم الله شهداءنا الأبرار. أقبل الصبح حثيثا، فهوى الليل قتيل، وأتى الأنس إلينا دون حال أو دليل، عندما تنسج شمس الحب من خيوطها الذهبية ضم الصحراء، عندما تفيض المشاعر الدافئة بمعاني الصفاء والوفاء، تحلق الكلمات الصادقة ويثمو اللحن العذب، وتحن الأسماع إلى شدو يحلق بنا في الأجواء. والآن مع كلمة مدير المدرسة الأستاذ مأمون الزرعي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، رئيس بلدية الكفريات المحترم، ممثل التربية والتعليم المحترم، اتحاد المعلمين طول الكرم المحترم، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المحترمين، أمين سر حركة فتح، اتحاد المعلمين، باسمي وباسم أسرة مدرسة كفر جمال الثانوية أرحب بكم أجمل ترحيب، وأشكر لكم تلبيتكم دعوتنا هذه لنحتفل وإياكم بتكريم النخبة من طلابنا، ونطلعكم على إبداعات نخبة أخرى تميزت بنشاطها العلمي والأدبي والفني والرياضي. السيدات والسادة الحضور،
نتوج اليوم عاما من العمل لتحقيق رؤية وضعناها نصب أعيننا نتوقع فيها للوصول إلى مدرسة فاعلة تتميز بجودة التعليم هدفا وحسن الإدارة وسيلة، مدرسة تحلل واقعها وتحدد أولويتها فتسعى إلى تطوير كفاءتها والرقي بها لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي المتسارعين. المدرسة الطالب فيها محور للعملية التعليم والتعلم، والمجتمع بمؤسساته داعم فاعل لها، ونحن في هذا المجال نفتخر بإنجازات حققناها بجهود معلمينا ومثابرة طلابنا وبمعازرتهم جميعا لنا كل من موقعه. ولعل من أبرز إنجازات نفتخر بها افتتاح مكتبة في هذه المدرسة ومختبر حاسوب ومختبر فيزياء وكيمياء. ولعل أبرز هذه الإنجازات اللي هي إنجازات افتتاح مكتبة المدرسة التي سيتم افتتاحها اليوم، وهذه تمت على نفقة المحسن الكبير الأخ فراس يوسف النسر أبو طارق المحترم عن روح والدته. وتم إنجاز أيضا مختبر الحاسوب بالتعاون مع بنك القدس فرع طول كرم وبالتعاون مع الأخ ماهر عبد السلام أبو أحمد، شاكرين لهم جهودهم. كما ننوه لكم إنجاز المختبر العلمي بالتعاون مع قسم التقنيات التربوية ومديرية التربية والتعليم المحترمين. كما نتوجه بالشكر والتقدير للمعلمين المشرفين على هذه المجالات، كما نشكر طلابنا الفائزين في الصفوف المختلفة، واسمحوا لي أن أشكر باسمكم كل من ساهم في دعم هذه المدرسة البلدية ومجلس الآباء والهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة والمشاركين في تنظيم الفعاليات المختلفة، وأخص بالشكر إلى طلاب وطالبات الأول ثانوي في الفرعين العلمي والأدبي والرائدين في القيادة والتنظيم وتقديم المبادرات التطوعية والخيرية، وشكر خاص للمتبرعين الدائمين للمدرسة والتميز والإبداع. كما ننوه أن هذا الاحتفال برعاية مصنع أكوا آيس للمياه وشركة النور الحديثة لتكنولوجيا المياه بإدارة الأخ المدير العام جاسر صبحي الشيخ، شاكرين له جهوده. والسلام عليكم ورحمة الله. حلم تراءى حقيقة إذ ضيفنا دنا، والآن نترككم مع أغنية رائعة لطلبة الصف السابع. لابد أن نعود مهما طول المشوار، يا يابا عيد يا بوب الباب صوتك و رب الكون صبرك على الزمان الدار، لا بد من عود مهما طول المشوار، يا يابا وهدي يا أولنا في غيبنا. على صوتك الميكروفون التوي هدي يا الله هدي طولنا في غيبتنا، وهدي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، يا بلي الأرض اللي ربتنا. سلمني عزيتوني على أهل اللي ربوني، وسلمني عزيتوني على وبعد أمي
وبعد العصفور الشادي بيغرد إلى عود الدار. هدي يا بحر هدي طولنا في بيتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، يا للأرض اللي ربتنا. وخدي سلامي يا جوب عالبا يا درويل كروب، وخدي سلامي يا جوب عالبا يا درويل كروب، وبعد الفراش بالحب عطي صدر عود الدار. وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، يا بل الأرض اللي ربتنا. من بلادي سلام لأخوالي وكل العمام، وحمل لبلادي سلام لأخوالي وكل العمام، وبعد زهور الحمام عشوا على سود الزهر. وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، يا بل الأرض اللي ربتنا. وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا، وهدي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، يا بل الأرض اللي ربتنا، يا بل الأرض اللي ربتنا. يا الله مليح ممتازين. جاهز جاهز حطوا على بنشيل هذي بركة. شوف أخوه شوف تكبر جبال. تعال رامي رامي كيف معي يلا يلا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بيقولوا شريك المي ما بيخسر، وزباينه كلها على الدفتر، كله وين على الدفتر. نزل قهوه نزل شاي كله وين على الدفتر. نزل قهوه نزل شاي كله وين على الدفتر. نسكافيه كركديه كله وين على الدفتر. لا حول ولا قوه الا بالله، توكلنا على الله. يا سيد جميلي يا سيد جميل يا ميت، اهلا وسهلا بابو عوني. تفضل تفضل يا ابو عوني يا ميت، اهلا وسهلا. بزر اللي بزره يا ميت، اهلا وسهلا. تفضل يا ابو عوني. كل ابو عوني خليني بشوف معك جلنكاز. فاضي شو؟ فاضي. انت لسه ما عبيت كاز؟ لا بعدني. ولا حوشت ليرتين؟ ايوه. رفعوه رفعوه. حوشت 4 ليرات؟ ايوه. رفعوه رفعوه. حوشت 6 ليرات؟ ايوه. رفعوه. طب بعد يوم 6 ليرات معك؟ لا. ولا بزبزت فيه؟ بزبزت فيه يا حبيبي. ابو عمي اسمع، انت ما جاك دعم السيهات؟ لا. ولا قالوا لي راجع الضريبه. طب ابو عمي شو بتحب تشرب؟ كوكتيل. يا ميت اهلا وسهلا، شرفت يا ابو عمي. يا ميت اهلا وسهلا، شرفت يا ابو عمي. هناك عند عبد الله.
يا هلا يا اخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نجالك يا بعوني لا عذاب دنيا ولا فاتح 24 ساعة. يا الله ابو ربحي. نعم تعرف؟ اه والله بربي في نحي يا سلام. شوف بس شفرك شوية عشب هون وشوية سكر ومي كله بدخل كله بدخل. يا الله ربحي. نعم عطية. ليش؟ بدي العب فيه. يا الله يا الله شطرة قديمة والله؟ اه ليش؟ هذا ايام عمر المختار تعرفوه؟ هاي زلمة هذا في المدارس. اه ايوه. اه هون ممنوع يطلع برا البيع الطعام. ليش؟ ممنوع طار البيع الطعام. اه ها آه. يا الله ماله ايش؟ ابو ربحي. نعم ترى ابو عوني اذا الشمبر اللوكس والله اللي بتصرف قروان من هون كله يعطوا بهون والله. اه والله يا فين؟ ها يا زلمه نسيت شو بدك ولا؟ اه شوف بدي انصحك نصيحه لوجه الله. اه سوري. هذا كان جدي يقول الله يرحمه. تعيش اذا مركز معي. اذا مركز بقول لك ركز معي. مركز بصاك. ها اذا مركز معي. اه شو كان يقول جدك؟ كان جدي يقول الله يرحمه. تعيش كنت تقول الله يرحمه وقلنا لك تعيش. طيب شو كان يقول جدك؟ يا زلمه الله لا يوفقه. مين جده مش؟ اه يا ويلي خمس سنوات ما حكاها. اليوم حكى. مين تدفن؟ ما دفنوه قبل 5000 سنه. وين انت؟ وزعوا هريسه. ويا جايب بعدك على الهريسه انت؟ كان جدي يقول شر البلاد بلازا فيها من العلماء. صدق جدك. كان جدي يقول الله يرحمه. لعل ابوك ابو جدك لعل ابوك لعل قربيته مالك عم غافل لعل قربيته ابوك ابن ابو الجحشات ابن ابو الواويات ابن ابو خلي ولك ما هو جدك من جثر ماله بخيل قالك غسلوني تراني متحمل. السلام عليكم. الله السلام ابو معوني. عليكم السلام. على ابو رياض. رياض نعم 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 بترصد رياض. نعم رياض. نعم هذا البنطلون طرقان علي هذا ولك ايام الشباب لما كنت لبسه وقف عزاي وكني سوان كانت تتذبح على طريقي. هذا الوحيد اللي لبسه معاي بس انا وتامر حسني. اه رياض بعدين نص ليره. اه رجع لي اياه. ماشي آه. الله يديك كيف بدك تشحن؟ عادي للكاميرا. كيف يعني عادي؟ لا يحسنيني لا والله يقدر تشحد على غافين. لا يحسنيني لا يعني شلون يعني اشحد انا بدي اياك تقطع قلب ولا البيع يا حبيبي يا حبيبي اذا ما ايش بدي هاي وشلون يا زلمه غيرت لا بعد ما واخذ. اه شلون اذا ما ايش حد تخيل حالك مواطن اردني وايش حد بعرض خواتك شلين مش على عرضك؟ والله لك مشلول ليه مشلول من حراسه من حراسه. اه طب افرض مرك من عندك وفد انجليزي شو بتقول له؟ همس سموز مي سموز مي وين منت هلب هلب يورو يورو لا هيك موزوك عم غير وشلون يعني اتس اتس كيوز مي ات اعطي ارمي اذا وانا في معركتك عم بتقول لي ارمي اتس 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 هس 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 سموز مي. طيب افرض مرك من عندك وفد هندي شو بتقول له؟ جون جاني جنا جني بعرض خواتك شيء. والله انك روعه في الهندي بس المشكله مع الناس شنول. اه بسم الله الرحمن الرحيم. قول بالعك وشو بترقب على هون يا شاق ميتها؟ يا لطيف يا الله يرحمك. الله يرحمك. شكرا. شكرا. مديرية التربية والتعليم
الإخوة في المكتب الحركي للمعلمين طول كرم، الإخوة مدراء المدارس المحترمين في منطقة الكفريات، الحضور الكريم أولياء الأمور، السيد مدير مدرسة كفر جمال الثانوية المحترم. إنه ليوم جميل، يوم الحصاد. إن احتفالكم هذا هو اعتبار ليوم حصاد لجهد من أسرة هذه المدرسة وجميع المدارس في منطقة الكفريات حتى في الوطن. إن هذه الأيام هي أيام حصاد وأيام فرح، حيث أن الطلاب المميزين والمتميزون لهم مكان في قلوبنا، ونرجو أن يبقوا متميزين ومتميزات البناتنا في جميع مناحي الحياة، مع تمنياتنا لهم بحياة سعيدة، ونتمنى لهم دوام التوفيق وإلى الأمام. إن بلدية الكفريات تعتبر نفسها شريكة في العملية التعليمية في منطقة الكفريات. إن مدارس منطقة الكفريات نعتبرها من المدارس المميزة في محافظة التميز في منطقة طول كرم، فمن أجل ذلك نحن ندعم جميع المدارس. ونحن بالنسبة لمدرسة كفر جمال عملنا مع وزارة التربية والتعليم على وضعها على قائمة المدارس المستهدفة في الصيانة إن شاء الله في هذا العام أو العام القادم، وفي مدارس أخرى إن شاء الله ستقوم البلدية بعمليات صيانة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الحكم المحلي. الإخوة في مكتب التربية والتعليم، أرجو من الإخوة في مكتب التربية والتعليم وخاصة في التقنيات أن يولوا اهتمام لمدارس منطقة الكفريات، حيث أن الله كان في عونهم، الحمل كبير، فنرجو منهم أن يولوا الاهتمام لمدارس الكفريات، لأن هذه المدارس في بعض منها كان مهمش في أعوام سابقة. نرجو الاهتمام لجميع مدارس الكفريات وخاصة بعض المدارس المهمشة. وأشكر القائمين على هذا الحفل، وأشكر المتبرعين، وأشكر المتبرعين لإقامة هذا الحفل وإقامة المكتبة والمختبر الحاسوب، وأشكر الإخوة في بنك القدس لإقامة مركز الحاسوب، وأرحب وسقط سهوا اتحاد المعلمين في منطقة طول كرم والأخ جمال يعقوب، أهلا وسهلا. فالتالي للغالي أنت أخو عزيز، الله يعطيكم العافية، جهد مبارك، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سهر الليالي، ومن جد وجد، ومن صار على الدرب وصل، ومن زرع حصد، وأطيب الثمر الباكورة، وطلاب مدرستنا ورود المنثورة، ومنارات مشهورة، تذوقوا طعم العلم ونظروا له أنفسهم. والآن مع كلمة طلبة الثانوية العامة والطالب الهراشي. الحمد لله القائل في كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. أو الصلاة والسلام على خير الورى وخير من سار على الثرى، المعلم الأول محمد عليه الصلاة والسلام، حضرة مدير المدرسة المحترم، آباء المعلمين، إخوان الطلبة، بلدية الكفريات، مديرية التربية والتعليم، مدراء ومديريات المدارس، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن ألقي كلمة الطلبة، فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي أعبر من خلال هذه الكلمات عن كل معاني الشكر والامتنان للمعلمين والأهل وكل من ساندنا وقدم لنا النصيحة والمعلومة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة السعيدة والتي سنقطف أيامها بعد أيام معدودات. الأهل الأحبة، إنه لعام انصرم وانقضى في العلم والأدب، تلقينا خلاله صفوفاً من العلم والمعارف وصقل المواهب وإثراء للفكر، فكان أحدنا لا يبتغي إلا العلم وحده، نرى طلبه واجب وفرض علينا وتحصيله عبادة، فكنا نجد في المطالعة لذة وفي الحفظ مسرة وفي التعب راحة، فكانت النتيجة تفوقاً وتكريماً وفرحاً وسروراً إن شاء الله. أهالي وإخواني، ونحن إذ نحمد الله عز وجل إلى ما وصلنا إليه، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر الجزير وطيب العرفان لآبائنا على الرعاية
والعناية والتوجيه وحسن التربية، فلهم كل الشكر والتقدير. ولا ننسى معلمينا الأفاضل الذين لم يبخلوا علينا بكل علم نافع، فلهم منا حق الشكر والعرفان. والشكر أيضا موصول لكل من ساهم وشارك في هذا اليوم وإنجاحه. أشكر لكم استماعكم ووسعة صدوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم، صباح الخير للشهداء ومساء الخير هاي يا رجال على اللي تقدموا عهده دماء اهل الوطن شلال. صباح الخير مساء الخير، مساء الخير يا شهدائنا يا ابطال. عسانا اليوم نتوحد تضحكينا الوجع يا جنين. بكفي فرقه يا احزاب، دم الشهداء بينادينا، دم الياسر ابو عمار، دم شقاقي وياسينا، ودمك يا ابو علي مصطفى وكل قاده فلسطين. ضرب الوحده يلا امشوا، بكفي ليش من قسمين. اذا هدمنا وحد قولوا ليش يوحدنا؟ طلع هالعادي يتوحد يذبحنا ويشردنا، واحنا بصعب الاوقات ما في من يساعدنا. يلا يا شعب لا كوم، يلا يا شعب لا كوم وزل السيف والسكين. يا حمساوي يا فتحاوي، جهاده يا بالشعبية، رصاص العدو ما يفرق بينك وبيني يا خي. يا غزة كسيري الصمت، يا ضفتنا يا غربية، خلص يا شعبي طفح الكين، الموت وتحيا فلسطين. قوم قوم ويد في يدك، ترى الأقصى ينادينا، عصبنا ما تتكسر تتماسك أيادينا. يا خوي الهدف يجمعنا ويا ويل اللي عادينا. إذا ما كنت أنا وياك مين اللي يساعد مين؟ يا شعب ناصور حان الوقت بواجه هجمة العدوان. أرضنا بتنسلب كل يوم استيطان باستيطان. كفانا سكوت ملينا، كفانا سكوت ملينا تنديدات هان وهان. يلا ثورة عن المحتل نرد الصاعل وصاعل. اعتلي صهوة مجد ترى التاريخ يبخربك، انت اللي علم الدنيا وكل العالم يهابك، انت اللي شموخ الكون ينحني على بابك. يا ابو الاحرار يا شعبي، يا ثورة حرة ما بتلين، لا تضرب بالهوى رصاصك يا صاحب الجلاشن. اسمع رصاصك بالهوى يا خي، لا بجدي ولا بلفع. وجه رصاصك على العدو وخليه منا يتوجع، وخليه منا يتوجع. ما بدنا تهديد ووعيد، بدنا فعل يا سامعين. يا وطن ابشر انا عونك، ودونك مالي وعيالي، انا دمي في عيونك، انا مرضى بترحالي وكل اللي يخونونك. مشانك علي بالعالي، فينا العهد بنصونك على عهد الفدائيين. الوطن ندى وصرخ، الوطن ندى وصاح، استنفروا يلا احشدوا ربع المقاومة والكفاح. يا حماس وفتح توحدوا، بكفي قلب وفرقة وجراح. طب كيف نواجه للعدو واحنا يا الله مفرقين، واحنا يا الله مفرقين؟ انا وسليم تشاورنا وكنا نوصل الكلمة. هاي نعم كتبناها وتحاورنا وسجلنا في كل همة. هاي نعم مين اللي يناصرنا يا اهل الدين والذمة؟ هاي نعم خلى الشعب يسمعها، يمكن يصحوا النايمين، يمكن يصحوا النايمين، يمكن يصحوا النايمين. شكرا. يرمون عن قوس توقد نبضها، من عزمهم تتزلزل الاسوار. أرضي أيا وطني وجرح نازف، من يستبيحك مجرم غدار. الأرض جوهرة تجمل عالمي،
والعمر جيد حسنها يختار. فإذا المآسي في القلوب تجددت تتجدد الآمال يا عشتار. ونترككم الآن مع فقرة طلبة التوجيه العلمي. سؤال مهم ركزوا عليه، سؤال متكرر في الثانوية العامة، سؤال متكرر في الثانوية العامة. يا مغيث القرد على الأستاذ محمد شفيع. طبعا الأستاذ محمد شفيع بيدخل على الصف عمر ما كان مش طالعين برا الصف، كلياتنا بنكون طالعين، يعني حصة فرصة. بيدخل الأستاذ محمد شفيع نفسي يوم قادر بين كلياتكم في الصف. جهر اليوم ناخذ درس جديد عن امبارح اخذنا عن قد ود شد، اليوم راح ناخذ درس جديد عن البليوشن. ما شاء الله اهل بلدنا قمه في البليوشن، تلاقي الواحد ساعه 9 في الليل بلف البلد 5-6-7 مرات عشان علبه الدور ولا عشان مكان دخان، وكله من وين يجي البليوشن. يوسف استاذ تحسين. طولهم طولهم يا حلوة طولهم. أي اللي جغرافية فرنسا؟ جغرافية بلا بس مش كتير تبدأ ملكيت هون؟ شكلك زي الغبور غير بايز. انت بكيت دايم ملانس ودايم فاضي، بس شاطر تركض زي هالفواكه في العراق. استاذ ياسر استاذ وليد. 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 استا
من طريق درس الولاء والرؤساء اليوم. اما احنا الرؤساء اليوم اول ما الواحد يسقط المنصب تبعه بسقط في الشرطه كربت فيها بعتبر قلو. بعدين معك خليل شغل بعدين يا عمي وبعدين معك شغل. عمي انا يا بعلم طلاب يا الواحد بعامله زي ما عملت ابوه تقعد ادمي ابن ادمي مش ادمي تبه معاي. استاذ جاسر السلام عليكم. قبل ما يدخل استاذ جاسر منيح يحكي السلام عليكم اكتب تعريف العمود النازل من راس القامي نصف الضلع. مين يجاوب لي هذا السؤال اللي راح اعطي بصمة ذكاء عليه؟ مين؟ ممتاز. افتح صفحة 75 افتح صفحة 75 سؤال اول واجب سؤال الثاني واجب سؤال الثالث واجب سؤال الرابع واجب السؤال الخامس تقدر تحل في الدوسية 1996 97 99 75 2001 2000 تقدر في حالك انت بتروح بس تحل واجبات رياضيات وتصير تمارين عامي سؤال اول سؤال ثاني اخرى تمارين عامي اخرى كمان احنا شكرا وهيكون خلصنا وان شاء الله ان يعني مع كل الاشي اللي قلتونا اياه نحكي لكم شكرا وهي بس هيك فقرة ترفيهية لنا وان شاء الله انكم انبسطتوا فيها وشكرا انتم كمان. والتاني فتح ولدك محمد الواقف حتى بحابة بلحت الزاد
دمي حالك مزيعوك وكلت دمك بالأطنان. أنا تقولي دمي مصبوط للشعراء حطيت خطوط لحتى بيجيني مبسوط ويرجع حاضر وزعلان. يا أمير شوي شوي وتعلم مني الحين اللي مقضي تتحرك فيي وأنا مهدي لحد لك. ما شاء الله عنك شو هادي وهدي لي حالك بزيادة لي هالنور ويرقم أمير بركب لك تطمير سنان. أنا هادي ورايق يا شاطر وجناحي لسه مش طاير لا حتى أضحك بالآخر لسناني بتلزم يا فهمة. هتحكي لو صارت صفرة بالآخر رح تقلب حمرة مثل اللي قابض على الجبرة بيضحك لكن مو شعلان. يا أبو شادي يا حلول كرمالك تجي بقول أغير عتاني لون كرماله زين العرزة. تقرب عينك يا أبو شادي وتأكد على طول تأكد أمير صلاح ومحمد رح بيضلوا لا طول إخوان. شكرا لكم. الأرض يا أيقونة قدسية قد لوثت الترب المبارك عارو أزهاره بين المنافي بعثرت عن سهل عكا تاهت الأطيار. إن قطع وطني سيبقى ثابتا حرا عصيا قاهرا من جارو. نترككم الآن مع نشرة أخبار بالشكلاوة طلبة الأول ثانوي علمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا بكم في نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة بالشكلوب. والبداية مع أبرز العناوين. تركيا تطالب بدجلة المسلسلات الفلسطينية للتركي. فلسطين تهدد فرنسا بقطع الكهرباء عنها. فلسطين تبدأ بحالة جمع تبرعات للاجئين الأمريكيين في مخيمات الشتات. الأمن الفلسطيني يعتقل عمال إسرائيليين دخلوا إلى القدس بالتهريب. وكالة الفضاء الفلسطينية تعلن عن إطلاق تسع رحلة إلى القمر. المنتخب الفلسطيني لكرة القدم يكسو على نظيره الإسباني برباعية نظيفة ويتوج بكأس العالم. شركة سامسونج الفلسطينية تعلن عن علي بابا 4. رقم عربي جديد في موسوعة جينيس. أهلا بكم. أكدت مصادر موثوقة لقناة بالشكلوب تقدم وزارة الثقافة والفنون التركية بطلب من وزارة الفنون الفلسطينية لدبلجة جميع المسلسلات الفلسطينية للتركي. وكذلك قدم الأتراك عرض بقيمة 2 مليون دولار للفنان الفلسطيني عماد شاد أغلو. وأكدت الإحصائيات الأخيرة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في المجتمع التركي بسبب تأثرهم في المجتمعات بالمسلسلات الفلسطينية. وجهت فلسطين رسالة قوية لدول الاتحاد الأوروبي وهددتها بقطع الكهرباء عنها وخصوصا فرنسا. وكما أعلنت عن عدم تصدير البترول والغاز إلى اليابان بسبب التصرفات الأخيرة مع جمهورية قطر الشقيقة. كما قررت شركة كهرباء غزة البدء بتصدير النفط والغاز للشعب الخليجي المحاصر. بدأت يوم الأمس السبت حملة جمع التبرعات من الشعب الفلسطيني للشعب الأمريكي المحاصر في مخيمات الشتات. وستستمر الحملة حتى 32 من الشهر الجاري. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من أمام دوار المنارة مراسلتنا حيث تجمع التبرعات. لكم زملائي في الاستوديو إذن كما أسلفتم بدأت أمس حملة جمع تبرعات للشعب الأمريكي المحاصر. ولمزيد من التفاصيل لدي هنا منظمة هذه الحملة الآنسة رولا. ثروة ما حل بهم من دمار وحصار وتهجير وتأثرنا بهذه المشاهدة. في الشعب في كاليفورنيا محاصر دون طعام ولا شراب منذ 214 يوم. وأنا أود أن هذه التبرعات ستكون بالجنيه الفلسطيني فقط. ماذا عن الخطوات القادمة لديكم؟ في هذه المرحلة سوف نجمع التبرعات وسنقوم بجلب اللاجئين. وستكون هذه بحوالي 500 عائلة وسنقوم بجمع المزيد منهم لاحقا. وسنمنحهم الجنسية الفلسطينية وسنرسل بعضهم إلى دولة الأردن الشقيقة. شكرا لك يا أنسة رولا على حضورك معنا. إذا كما سمعتم مشاهدينا الكرام فهذه الحملة من واجبنا الإنساني فنحن الفلسطينيين معروفين بطيبنا وكرمنا. والآن لمزيد من التفاصيل لدي هنا أحد اللاجئين الأمريكيين الذين هاجروا إلى فلسطين.
African. What do you say to Palestinian people for their support of American refugees? I would thank Palestinian people and government to American black people and American refugees. Finally, I accept Palestinian citizenship with my husband Nicholas. And I feel very happy for opening of Palestinian McDonald's falafel restaurant. Thank you. إذن أعزائي المشاهدين أخبرتني هذه اللاجئة بأنها تشكر الحكومة الفلسطينية على هذا الدعم. تشكر الحكومة الفلسطينية نعم على هذا الدعم الذي قدمته لهم وتخبرني أنها هي وزوجها قام بافتتاح محل فلافل جديد. إذن بعد ما شاهدناه من هذه المعاناة نعود لكم مع زملائي في الاستوديو. نعم شكرا لك مراسلتنا وعد على هذه التفاصيل وشكرا أيضا مطلوب منكم أعلنت قوات حرس الحدود الفلسطينية إلقاء القبض على عدد من العمال الإسرائيليين الذين دخلوا للعمل في الأراضي الفلسطينية دون تصاريح، كما سيتم تقديم هؤلاء العمال للمحكمة العسكرية الفلسطينية بعد غد الثلاثاء. أعلنت وكالة الفضاء الفلسطينية عبر موقعها الرسمي على صفحة الفيسبوك عن قرب إطلاق رحلته التاسعة إلى القمر، وتشهد هذه الرحلة حدثا يميزها عن سابقاتها، وذلك بإرسال ما يزيد عن 600 ألف شتلة زعتر مع عدد العمال يزيد عن 100 عامل ليقوموا بزراعتها في مساحات واسعة من الأرض التي تعود ملكيتها لهذه الوكالة، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الزعتر بالإضافة إلى قلة مساحة الأراضي الزراعية على سطح الأرض. انتهت قبل قليل مباراة نهائي كأس العالم والتي جمعت بين المنتخب الفلسطيني ونظيره الإسباني بفوز المنتخب الفلسطيني بأربعة أهداف دون مقابل، ويتوج بالكأس الذهبية للمرة الرابعة على التوالي والثانية والخامسة في تاريخه بعد مشوار سهل نسبيا لصاحب الأرض وضيافه في هذا المونديال، وبذلك يكون المنتخب الفدائي قد عاد لرقم المنتخب الصومالي بأربعة تتويجات. وأما من الناحية الاقتصادية لهذه الاستضافة، أكد رئيس لجنة ملف استضافة كأس العالم في فلسطين السيد جبريل رجوب في تصريح خاص لقناة الشكلور أن الأرباح فاقت 100 مليار جنيه فلسطيني عدا عن أرباح القطاعات الأخرى من مواصلات وفنادق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا حبيب من أرضية ملعب فيصل الحسين في مدينة رام الله. أهلا بك زميلي حبيب، ماذا عن تفاصيل هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نبارك لمنتخبنا الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نبارك للشعب الفلسطيني ولمنتخبنا الوطني على هذا التتويج التاريخي، وهذا ليس بشيء جديد على منتخب كبير بحجم المنتخب الفلسطيني الذي لعب مبارياته كانت محسومة لها بأداء ونتيجة، ومما دل على ذلك مما صرح به مدرب المنتخب الإسباني أنه سيلعب بطريقة دفاعية للحد من خطورة الهجوم الفلسطيني الكاسح. وبالرغم من ذلك فاز المنتخب الفلسطيني بسهولة. ماذا عن كرة راموس؟ بدت ملامح التوتر واضحة على اللاعبين الإسبانيين، وذلك بعد تسديد ضربة حرة من قبل اللاعب سيرجيو راموس التي خرجت من ملعب رام الله ودخلت مدينة الرام. وبتعرفوا جمهورنا العزيز مشان احطكم في الصورة، الرام منطقة بي ورام الله منطقة اي، متقسمة فلسطين لاي بي سي دي اي اف جي. وهسه مشان يجيبوا الطابة بدهم اربعة ايام، وتوقفت المباراة 20 دقيقة الى حين تدخل الاتحاد وجابوا طابة من 10 شاكل وكملوا اللعبة. شكرا لك زميلي حبيب على هذه المعلومات. اعلنت شركة سامسونج الفلسطينية انها بصدد اطلاق الاصدار الرابع من سامسونج علي بابا، ولمزيد من المعلومات ينضم الينا السيد رامي محمد المدير التنفيذي للشركة عبر الاقمار الصناعية. سيد رامي مرحبا بك، بداية ما هو موعد الاعلان عن الهاتف؟ سوف يتم الاعلان عن الهاتف خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في مقر الشركة غير محدد ولكن على الأكثر سيكون في بداية الشهر المقبل. ماذا عن أهم مواصفات الهاتف؟ أما فيما يتعلق بالهاتف فاحضروني
لا يمكن النوح بمواصفات هذا الهاتف قبل المؤتمر الصحفي المقرر عقده. شكرا. شكرا لك سيد رامي المدير التنفيذي لشركة سامسونج الفلسطينية، كنت معنا من مدينة طول كريم. أعلن التوسيع جهاز الأرقام القياسية عند دخول العرب المرة الثانية خلال نفس الشهر للموسوعة، وذلك بافتتاح أطول سكة قطار في العالم والتي تمتد من أقصى غرب مدينة الرباط المغربية لتمر ببقية الدول العربية الإفريقية والجسر الذي تم بناؤه على البحر الأحمر حتى أقصى شمال العراق في مدينة الموصل. وكذلك ستكون تكلفة النقل رمزية لا غير، وذلك لأن دول الخليج العربي ستقوم بتغطية حاجة القطار من البترول. ويمكنكم مشاهدينا العربي التنقل من بلد لآخر عبر هذا القطار دون جواز سفر. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، كان معكم مهنا التوبي دعاء الصالح. أشكركم. إلى اللقاء في أمان الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات، أسعد الله أوقاتكم. إن أهم بند في استراتيجية بنك القدس هو دعم القطاع التعليمي والثقافي في كافة محافظات الوطن وخاصة محافظة طول كرم، لما توليه من أهمية للثقافة والتعليم. وفي البداية أود أن أوجه شكري إلى الهيئة التدريسية لما بذلوه من جهود لتوصيل المعلومة إلى الطلاب والطالبات، كما أوجه شكري إلى الآباء والأمهات لما تعبوا وسهروا على راحة أبنائهم، وأبارك للإخوة الطلاب الناجحين والمتفوقين منهم لأنهم محضر اعتزازنا وفخرنا. في النهاية أبارك للأخوة المتفوقين والناجحين، وأنتم تعلمون أن مدرسة كفر جمال الثانوية تفوقت في السنوات الماضية على مستوى المحافظة، ونتمنى هذه السنة أن يتحلى الطلاب والطالبات بالمصابرة والتصميم والإرادة حتى تبقى هذه المدرسة متفوقة. وفي النهاية أقدم شكري وتقديري وتهانية للطلاب المتفوقين والناجحين، وأسعد الله أوقاتكم. احتل المركز والترتيب الأول على مستوى المدرسة الطالب أكرم منذر حمدان. الثاني عشر العلمي، الأول على الثاني عشر العلمي الطالبة لولو ناصر صبح الشيخ، الطالبة نجاح محمد زهدي علي المركز الثاني، المركز الثالث الطالبة ياسمين وسيم مرسال صلاح، الصف الثاني عشر الأدبي، وقف يا حاج. الصف الثاني عشر الأدبي، الطالب الأول زهدي فخري زهدي علي، علي
علي جهاد عبد الرؤوف توبي المركز الثاني. علي جهاد المركز الثالث. سليم محمود محمد حمدان. الصف الحادي عشر العلوم الإنسانية. المركز الأول عبد اللطيف وسيم مرسال صلاح. المركز الثاني معاوية رفيق مصطفى داود. المركز الثالث يزن محمد أحمد عبد الحليم طوبي. الحادي عشر الأول ثانوي علمي دعاء رائد محمد داود المركز الأول. رامي محمد شفيق سلمان المركز الثاني. هو الأول معاد رامي. المركز الثالث مهند مروان محمود توبي. الصف العاشر الأساسي الأول خليل جابر أمين طوبي. الثاني عماد أحمد صالح حماد. والمركز الثالث محمد عبد الرحيم محمد حمدان. الصف التاسع باش. المركز الأول محمد عبد الكريم يوسف طوبي. علاء محمد محمود طوبي. الثالث فارس راكز فوزي أبو مصطفى. والثالث مكرر يزيد صادق محمد مصطفى. الصف الثامن الأساسي. المركز الأول حبيب الله نصر صبح إبراهيم. المركز الثاني وفاء أحمد شفيع سلمان. المركز الثالث يحيى نايف عبد الرحمن علي. المركز الثاني محمد حسين عبد اللطيف طوبي. المركز
المركز الثالث محمد محمود عبد القادر جابر. بالنسبة للتاسع باء في طالب أحمد حسين محمد علي المركز الثالث أحمد حسين محمد علي. الآن سوف نقوم بتكريم الطلبة الذين شاركوا في المسابقات. الآن مع تكريم وتخريج طلبة التوجيه. الثاني عشر العلم. جاهزة للأولاد هذول البنات. الطالبة لولو عناصر صبح الشيخ. الطالبة نجاح محمد زهدي علي. الطالبة ياسمين وسيم مرسال صلاح. الطالب أحمد عبد الله علي إبراهيم. الطالب رولا عارف مرسال صلاح. الطالب أحمد ماهر عبد السلام سعيد. الطالبة آلاء صالح فريد الشيخ. الطالبة دنيا إياد أحمد كرعش. الطالب خليل يوسف عبد الفتاح منصور. الطالبة سالي أنور يوسف طوبي. الطالبة ريم زيدان محمود عبد اللطيف. الطالبة هدين محمد عبد الحليم طوبي. الطالبة تغريد محمد علي محمود حمدان. الطالب عمر رباح صادق صيفي. والطالب يوسف محمود مصطفى أبو لبكي. طلبة الثاني عشر الأدبي. الطالب زهدي فخري زهدي علي. الطالب علي جهاد عبد الرؤوف توبي. الطالب سليم محمود محمد حمدان. الطالب باسل محمد خالد مصطفى. الطالب زيد ياسر عبد الهادي حمدان. الطالب أحمد عزمي محمود علي. الطالب محمد ماهر عبد اللطيف سليمان. الطالب عبد الغني باسم عبد الغني عبد الرحيم. الطالب احمد نبيه عبد الحفيظ الطحينه.
الطالب عز الدين رياض راضي أبو شيخة. الطالب آدم موسى محمود علي. طبعا هناك جائزة مقدمة من الأخت أسماء زيدان أم رامي للطالب أكرم منذر حمدان. الآن مع تكريم الطلبة الذين شاركوا في المسابقات والنشاطات الرياضية. الطالب مونس عبد الكريم عبد الرحيم. الطالب عبد الله محمود سعيد. الطالب مصطفى فوزي مصطفى. الطالب مهدي الحاج عبد الله. الطالب سليم إبراهيم مصطفى. الطالب أحمد حسين علي. الطالب محمود علاء علي. الطالب نائل زائر الحاج عبد الله. الطالب علاء محمد توبي. يلا حبيبي يلا. الطالب عبد الفتاح يوسف منصور. طبعا الطالب عبد الفتاح فيه له كمان كأس من التربية والتعليم. الطالب يعقوب حسن أسعد علي. الطالب عبد الله محمود عبد القادر. الطالب محمود غالب جهاد عبد الله. والطالب محمود كمال. كمان له محمود جائزة من التربية والتعليم. هذه للصف التاسع لمشاركتهم في النشاطات في المدرسة. علاء توبي وين علاء؟ والصف العاشر في لهم شهادة أيضا لتميزهم في تقديم ومساعدة في النشاطات المدرسية. طالب مهدي، مهدي نشاد. وين مهدي؟ الآن نأتي إلى تكريم المؤسسات التي ساعدت هذه المدرسة وتبرعت ولها جزيل الشكر والتقدير بإنجاح المسيرة التعليمية في هذه المدرسة. نبدأ بلدية الكفريات. مجلس أولياء الأمور. شركة النور لتكنولوجيا المياه. شركة النور لتكنولوجيا المياه. الأخ جاسر صبح الشيخ. الأخ فراس يوسف النسر. أبو طارق.
حسبك موجود. بنك القدس. عماد عبد الرؤوف طوبي. الأخ عماد عبد الرؤوف طوبي. الأخ ماهر عبد السلام. الأخ جمال محمد منصور. لا تعال على خليك هاي المسألة شوف خليك. عائلة المرحومة رائدة برابرة. عائلة المرحوم محمد جيتاوي. والسيد هاني خليل الشن. طبعا لا ننسى الأخ أبو أدهم والأخ أبو عنان الأخ منذر حمدان. وقفوا عندك وقف كمان والأخ أبو عنان. ونشكر الأخ طبعا الجندي المجهول الأخ لؤي إيجي أبو سارة. الآن في تكريم هناك من الأستاذ معتصم لطلبة الكشافي على أدائهم الرائع. الطالب أيهم رايك محمد لمشد. الطالب أيهم عنان عبد اللطيف علي. الطالب أحمد محمد عوض. الطالب عبد المعطي عوني صلاح. الطالب محمد حسين عبد اللطيف توبي. الطالب قتادة أحمد شفيع سلمان. الطالب أحمد محمد عبد الفتاح منصور. الطالب محمد عماد عبد الرؤوف توبي. الطالب محمد عاصم عادل. الطالب استبرق فريد صبح الشيخ. الطالب حبيب الله نصر صبح إبراهيم. الطالب سلطان نادر خالد طوبي. الطالب زياد فادي زياد صلاح. الطالب وفاء أحمد شفيع سلمان. الطالب حاتم أحمد حاتم عبد الله. الطالب محمود كمال حمدان. وأخيرا الطالب محمود غالب جهاد. وين الحرمين والأشبال وين الزهر.
بعد عن الباب شوي. نفتتح Thank you.